أريد أن أذكر بما قاله سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قبل شهرين في قمة التعاون الإسلامي في اسطنبول، وبعد أن سرد تساؤلات مفتوحة بشأن القضية الفلسطينية وتعامل العالم معها وبقاء القضية معلقة ودون حل، حيث قال، وهنا أقتبس: ونقول للعالم أيضاً أننا عندما نثير هذه التساؤلات فذلك لأننا ندرك أن عواقب ذلك وخيمة وستقود لبؤر من التوتر وبيئة حاضنة للعنف والتهديد وعدم الاستقرار. انتهى الاقتباس. عن هذه الأخطار الجيوسياسية التي ستصيبنا نحن وليس الفلسطينية فقط كان سموه يتحدث.